بالنسبه للدفع ديال الاوراق ديال الميت قبل التدابير كاين مشكل كبير ديال المقر، المقر ضيق بزاف، دونك الناس ما عندهم لا فين يجلسوا ولا فين عياده، كتاخذ الورقه ديالك وكتبقى مثلا في الزنقه مشتت صافي. هذا هو المشكل اللي كاين، مشكل ديال الضيق ديال المقر. دونك بغض النظر على التدابير اللي خصها تخاض الاحتياط ضد كورونا فيروس، راه مقرهم ضيق وكنبقاو في الزنقه مشتين عادي بالماسك ديالك عادي، ما كاين حتى شي مشكل. بالنسبه للتدابير الوقائيه كاين درنا، بالنسبه للمعقم درنا مسافه الامان، لكن حول ما امكن ما كاينش، ما كيكونش تجمعات. كتدخل كلين لك المحل عامر، كتحاول تدخل واحد بواحد. بصراحة هما كيتعاونوا معنا، أي واحد كيدخل حتى كنعطيه مثلا لاكور عاد كيدخل، كيدخلوا ما كيسولوا على المعقم مثلا واش كاين، بزاف ديال بصراحة كيتجاوبوا معنا في جميع المسائل كاملة. لا جاو علينا إجا التفتيش، دخلوا سولونا وكيسولوا كيدوروا على كل شيء، المعقم على مسافة الأمان مثلا، مرة كيدوز العون ديال السلطة هنا مثلا كان المحل عامر شي حاجة ولا هذا ما كي يعني كيشوف واش المحل عامر واش المحل ماشي عامر واش حاجة، المسائل كاملة. أظن أنها إجراءات جد مهمة، لأنها كتحمي من جهة الزبون وكتحمي حتى العاملين والناس اصحاب المحلات التجاريه او المقاهي او كتحميهم من المرض، لان المرض واخا هو قلال في المغرب مي ولكن باقي بيناتنا. دونك انا اظن مازال بعض المحلات مازال خصها تجي تعمق هذه الاجراءات، لان كاين محلات واخده افيك ان سيريو ولكن محلات اخرين باقي تيتراخاو شي شويه. دونك تنظن ان لو ان السلطات انها تكتف شويه المجهود ديال الله يحسن عوان داروا خدمتهم، ولكن يكتفوا شويه المجهود ديالهم باش يزيدوا يعمقوا بزاف ديال الاجراءات، لان كاين قلت لك انا حوانت دخلت لهم ماشي شغلهم، اللي ما تحترموش مثلا انا عاد دخلت دابا المحل تاع الملابس ما كاينش جافيل في الصباط، داكشي ما كاينش المعقم في الباب، ما كاينش سميتو ما كاينش هذاك الحراره، ما الناس نتاع المحلات ما تيقولوش الله يخليكم تبعدوا، لان كيجي شي واحد وكيدخل واحد مور واحد دونك تيوقع الازدحام. دونك بحال هذا مثلا بحال الاجراءات ما تحترمش. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.